Você, Cid. Summon obligation. ندخل فيه اسم الموظف. تمام. وعدد الساعات بتاعته. وأجر الساعة. حلو كده. والجوب بتاعته بتحسب له السالري. تمام. وتطلع له الديسكاونت بيرسنت، نسبة الخصم. تمام. والديسكاونت فاليو والتوتال افتر ديسكاونت والديسكاونت برسنتج مش بمزاجك، تتحسب طبقا لدول. لو الهاورز كانت اقل من 40 ساعة في الحالة دي ياخد نسبة خصم عشرين في المية. طب لو الهاورز أقل من 30 ساعة، أقل من 50 ساعة، أزيد من 40، همشيها من فوق خالص. لو أقل من 20، لو أقل من 30 هياخد خصم 15. لو الهاورز أكبر من 40 البرسنت بتاعته تاخد 10. لو الهاورز أكبر من 40 البرسنت بتاعته 0. وعايز يحسب البونص فاليو، بس البونص فاليو طبقا لمين بقى؟ للجوب. لو الجوب مانجر يبقى البونص ميتين وخمسين جنيه. لو الجوب تشيرمان فايسكوس يبقى البونص 150 جنيه او 350 جنيه. لو الجوب اوفيس بوي يبقى البونص 500 جنيه. وتحسب لي في الاخر النت سالري، المرتب اللي هيقبضه في الاخر. تمام. ايه استنى، يلا بقى نبدا. ايه نشتغل. بسم الله. لو اتفقنا اي سيستم في الدنيا لازم تحدد الانبوت بتاعتك والبروسيسنج بتاعتك والاوتبوت. تمام. الانبوت والبروسيسنج والاوت. وليد، ايه الحاجه اللي هتدخل جوه السيستم هنا؟ اقرا واغلط ومش مشكله، ولا فيها اي حاجه، لسه بنتعلم. بيقول لك صمم ابلكيشن عشان ايه؟ عشان ايه؟ هي انتر اسم الموظف. امبلوين ايه؟ وهيدخل ايه تاني؟ الريت، الهاورز والريت، صح؟ والوظيفه. تمام كده؟ يبقى كام حاجه هتدخل؟ يبقى دي اول حاجه الانبوت. يبقى دي اول حاجه، الحاجه اللي السيستم بيطلبها منك. طبعا هنا انا عامل لك سيستم على ورق. لا، اما انت بقى لما تيجي تبني سيستم صح بتروح تقعد مع العميل فيس تو فيس، ما بيكتبلكش، ما بيكتبلكش مثال كده. لا، ده انا مثال هنا عشان بشرح. اما انت لو بتعمل عن صيدليه او عن مستشفى
يقول لك تعالى بقى اقعد معايا كده، اشرب معايا الشاي في المكتب واقعد معايا. بص يا ريس، احنا عندنا المريض بيدخل، تمام، بتعمل له ايه؟ بملى له ابلكيشن. ايه هو بقى الابلكيشن؟ يقول لك اهو خد نسخه منه، بيقول لك كده خد هات له يا ابني ورقه، يجيب له ورقه ابلكيشن نسخه منه اهي فيها كل الداتا اللي بدخلها له. هتلاقي بقى ايه؟ رقم المريض واسم المريض وعنوان المريض وتليفونه والحاله الصحيه وعمل عمليات قبل كده وعملها فين في انهي مستشفى والدكتور المشرف بتاعه والمتجوز ولا لا، كل وظيفته ايه، مخلف ولا لا، بيقعد يحكي لك قصه ويقول لك خد ادي الداتا بتاعتك. يقول لك بعد كده، يقول لك بعد كده اول حاجه بنحجز له غرفه. ايه بيانات الغرفه؟ يقول لك تروح مكلم السكرتاريه هات لي يا بنتي بيانات الغرفه خد. ما بيقعدش يحكي لك كده، ده انا هنا مبسطها لك، احنا بنشوف الويل مع العملاء، بنشوف قبل ما نفهم طلاسمهم، دي بنسميها طلاسم بالنسبه لنا. واروح ماسك الورق اروح البيت اقعد اذاكر، اطلع الحاجات اللي بتدخل والحاجات اللي تطلع. يعني انا اسالك سؤال، اجمالي فاتوره بعد الشر عنك لو دخلت مستشفى، اجمالي الفاتوره بتدخل ولا بتطلع؟ بتطلع. تطلع نتيجه ايه بقى؟ نتيجه مدخلاتك. زي ايه بقى؟ قيمه الغرفه اللي قعدت فيها، الاكل والشرب اللي خدته، المرافق اللي قاعد معاك، صح كده، عدد الايام اللي قعدتها، خدت بالك؟ المرافق اللي قاعد معاك، الاطباء، الادويه اللي خدتها، بتلاقي نفسك اجمالي فاتوره جايه من 20,000 مدخل، وانت بتاخد كل دول، وكل دول بيخشوا في الشاشه واحده، بيدخلوا في اكتر من شاشه، فبتاخد كل دول وتطلع اجماليات. ويجي يقول لك بقى عندنا ضريبه. طب ضريبه ايه؟ يقول لك عندنا ضريبه مش عارف 14%، وفي ضريبه طبيه مش عارف بكام، تخش بقى في قصه، خدت بالك؟ فهو كل الكلام ده بيحكوا لك بالبق، مش بيكتبوا لك كده، لا، لو انت بتقعد معاه وبيحكي لك زي ما قلت لك المره اللي فاتت، تمام؟ طيب يبقى زي ما قال وليد، عندنا الحاجات اللي هتدخل اسم الموظف، الهاورز بتاعته، الريت، الجوب، دي اول حاجه الانبوت. البروسيسنج، البروسيسنج ما تعملش غير بعد الاوتبوت، حدد الاوتبوت بتاعتك وبعد كده شوف البروسيسنج بتاعك. طيب الحاجه اللي هتخرج، الحاجه اللي هتخرج اللي السيستم بيحسبها، اللي السيستم بيحسبها، بيحسب ايه؟ السالري، وبيحسب ديسكاونت برسنتج، وبيحسب ديسكاونت فاليو، وبيحسب توتال افتر ديسكاونت، وبيحسب البونس فاليو الاول اهي وصح، وبيحسب في الاخر النت سالري. اهو يا سيدي تبدا كل دول بيحسبهم. وبعد كده قلنا التوتال افتر ديسكاونت، قلنا البونس فاليو. تعالى بقى امسك واحده واحده بقى في البروسيسنج. اول حاجه بيحسبها مين؟ السالري. استاذ احمد، السالري بيطلع نتيجه ايه؟ بص لمدخلاتك في ايه؟ في الريت. الريت ده اجر الساعه، اشتغلت كام ساعه والساعه بتاعتك بقد ايه؟ ما هو ده مرتبك. ساعه غلط، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت المعادلات ما تشغلش بالك بيها، انا بس سالتك عشان ايه؟ تخش في المود مش اكتر. اما المعادلات ديت هو بيجيبها لك جاهزه، هو بيجي يقول لك على فكره عندنا الضريبه بتتحسب كذا 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 كذا، هو بيقول لك في المستشفى عندنا اللي بيتحسب اجمالي الفاتوره نتيجه كذا وكذا وكذا وكذا، تمام. يعني في مره في شركه من الشركات كنا بنعمل سيستم، فجيت انا بعمل ايه؟ اما تيجي هنيجي نتكلم عنها دلوقتي. الاول الهاورز في الريت زي ما قال احمد، الخطوه اللي جايه عايز يحسب مين؟ الديسكاونت مين؟ الديسكاونت برسنتج يا اسلام كام في المية؟ اديله كام نسبة خصم قد ايه؟ على حسب الهاورز. يبقى مشروطة ولا مش مشروطة؟ مشروطة. يبقى دي ناس، دي كيفية حساب الديسكاونت برسنت اهي اهي، هي دي كيفية حسابها، لو اقل من كذا ياخد كذا، لو اقل من كذا ياخد كذا. اللي بعد كده عايز يحسبه ايه؟ الديسكاونت فاليو. مين الديسكاونت فاليو اتحسب ازاي؟ مينا
دلوقتي انت راجل بتقبض سالري 5000 جنيه، وجيت قلت لك يا عم مين انت اشتغلت اقل من 40 ساعه فاعمل لك خصم 10%، يبقى اخصم لك كام؟ لا انا قلت لك هتقبض 5000 جنيه بس عندك خصم 10%، يبقى اخصم لك قد ايه؟ 500 جنيه. يبقى عملت ايه؟ ال 5000 في ال 10%، ال 5000 دي اللي هي السالري صح كده؟ وال 10% اللي هي الديسكاونت بيرسنت. ما انت ما ينفعش تقول بقى 5000 في 10، هو دايما هيبقى 5000 ولا دايما هيبقى 10%؟ تمام، هي دي المتغيرات اللي عم بيتكلم عنها. بعد كده التوتال افتر ديسكاونت، الراجل كان هيقبض 5000 يا استاذ فادي تمام، وخصمت له 500 بيقبض كام؟ 4.5. يبقى معنى كده السالري ماينس الديسكاونت ايه؟ فاليو. تيجي ناس بقى وهي شغاله تروح معادله من من الاخطاء المنطقيه اللي انا قلت لسه بيتكلم عنها، شايف السطر ده يا وليد؟ ده هو اللي انا معلم عليه، تاخده قط تروح حاطه قبليه هنا. ازاي؟ اذا كانت التوتال افتر ديسكاونت قايم على مين؟ اهو منين رايح تقول التوتال الاول وبعد كده احسب ديسكاونت فاليو؟ اهو ده غلط من الاخطاء، ان معادله قبل معادله. المعادله الثانيه معتمده على المعادله الاولى، رحت انت عملت الثانيه الاول قبل الاولى. دي مش هيجيب لك فيها ايرور، بس امتى بقى يضرب؟ اول ما تيجي تعمل رن البرنامج. وتيجي تجرب وتشتغل وما تلاقيش ولا سطر احمر، بس الاجابه غلط، الترتيب غلط. طيب تيجي بعد كده البونس فاليو، هياخد بونس قد ايه يا محمد؟ على حسب الجوب. على حسب الجوب، برافو عليك. هياخد بونس على حسب الجوب، لو الجوب مانجر ياخد كذا، لو الجوب مانجر ياخد 250 جنيه، لو الجوب تشيرمان ياخد 350 جنيه، لو الجوب اوفيس بوي ياخد 500. يبقى البونص حسب الجوب اهو. بعد كده استاذ عبد الرحمن النت سالري اللي هو صافي المرتب يقبض ايه؟ بجمع بقى اللي هو البونص مع التوتال افتر ديسكاونت، يبقى النت سالري يساوي البونص فاليو زائد التوتال افتر ديسكاونت. حضرتك كنت هتقبض 4.5 وخدت 250 جنيه بونص، يبقى تقبض 4.750 صح ولا غلط؟ والله لو ما خدتش بونص خالص او ما خدتش ديسكاونت خالص هيبقى هم الخمسه، يبقى الخمسه زائد 250 تمام. بمناسبه بقى بقول لك الشغل، كان عندنا مثلا انت دلوقتي يبقى دايما في كل الشركات ديسكاونت، كل الشركات بيبقى في ديسكاونت، الديسكاونت ده ب 10% مثلا، وفي يطلع بعد كده انت كنت هتقبض 5000 فزي ما قالت يبقى 500 بقى كام؟ عندك تاكس ضريبه تاكسز 15% من كام؟ من 4500. يقول لك لا، من ال 5000. يقول لك ما ينفعش ضريبه على ضريبه، دي عرفتها من شركه من الشركات. اللي ما ينفعش هو مش ال 4.5 طالع نتيجه ضريبه صح، اللي هو ضريبه نسبه خصم. يقول لك ما ينفعش ضريبه تتحسب على خصم، الضريبه على الصافي على 5000 دي من ضمن يعني. في شركه من الشركات تقول لي لا مشيها، عايز اقول لك بص شوف فرق سياسه الشركه. فالكلام ده بتعرفه انت بقى وتروح تقعد معاها، خدت بالك؟ وانا قلت لكم قبل كده احنا هنا لما بنشرح او ما بعتمدش اللي قدامي طلبه، ماليش دعوه خالص الطلبه دي ولا جامعه ماليش دعوه، انا بعتبر الناس اللي قدامي دي جايه تتعلم برمجه عشان يبقوا مبرمجين، فاكيد هيطلعوا للسوق يشتغلوا في شركات او يقابلوا ناس يعملوا لهم سيستم. طلبه ومجتمع دي ماليش دعوه في الجامعه دي، اما انت هنا راجل جاي عشان تبقى مبرمج، فهو بقى بيشوف السياسات دي وهو بيقول لك عليها. في شركه من الشركات قالت لي لا احسب على 4.5، شركه ثانيه قالت لك لا احسب على 5000. حسب سياسه الشركه. انا عايز اقول لك ان المعادلات مش ثابته، ما تشغلش بالك بالمعادلات قد ما تشغل بالك ازاي تعملها. هو اللي بيقول لك الناتج ده يطلع نتيجه كذا في كذا، خدت بالك؟ يعني انتوا مثلا عندكم في الكنترول في الجامعه في مودرن تمام ليكم سياسه، عندنا في جامعه القاهره هنا سياسه ثانيه تمام. يعني مثلا في الجامعات الخاصه كلها واخده سياسه،
اي حد شايل مشروع بس وفي سنه رابعه لا ارفعه له ونجحه. احنا عندنا لا، والنبي لو ايه مفيش رفع، هو يفضل يشيل المشروع ويعيد عليه السنه. دي سياسه عندنا الرأفة، تمام، من درجتين لخمس درجات في الجامعات الخاصة، تبدأ من 8، من 8 لحد ليه 1 2 3 4 5 6 8، فكل واحدة ليها سياسة. خدت بالك؟ التراكمي مثلا ليها طريقة، انتوا عندكم ايه طريقة؟ انتوا عندكم في حاجة اسمها سي ودي بلس، صح؟ ازاي يعني؟ في جامعات تقول لك دي سي بلس، دي بلس، تمام، اف بإيه بلس، اي ماينس، في جامعات بتعمل كده، ام تي اي بتعمل كده، اي ماينس واي واي بلس، تمام، ليها النسب، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا يا جيد يا جيد جدا يا مقبول يا امتياز، شكرا على كده. فعايز اقول لك ان ده السياسه وده لسه تاني خالص. يبقى كده احنا حددنا مين الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت اهم. تبدا تفتح الابلكيشن وتشتغل عليه. قبل ما نفتح الابلكيشن، لو حد عايز يجيب شاي او حد عايز يشرب حاجه، بسم الله. ادي حددنا الانبوت والاوتبوت والبروسيسنج. طيب محمد عمرو، باشمهندس عمرو، عايزين نحل الابلكيشن ده المره دي بالكونسول ابلكيشن اللي هي الشاشه السوداء. المره اللي فاتت حليناه عباره عن الشاشه كده. بص يا اسلام، لا ما كانش دي، ثواني، سي شارب. اعمل رن كده. بص استم ده شكل سيستم بقى، فورمه بنشتغل عليها، تمام. بس النهارده لا لا، ده هنشتغل عليها حوار القصه ماشي. بس النهارده عمرو عايز اللي هي ليه ماشي ماشي. لا لا، عينيا ماشي، وكويس انها جت في مثال كبير عشان ايه يبقى حاجه كبيره نشتغل عليها. بص يا شباب، فايل نيو بروجكت. المره اللي فاتت اخترنا ويندوز فورمز، المره دي هنختار كونسول، تمام معايا فادي؟ تمام. بعد كده هنسمي الابلكيشن كومباني اتش ار مثلا، وهنسيبه زي ما هو المكان، بروجرامنج 27/6 ابلكيشن. اوكي. طيب نيجي بعد كده، كودنا بقى بيتكتب جوه في حاجه اسمها المين. مفيش ولا فورمه ولا تكست بوكس ولا ليبل ولا الكلام ده، تمام. لا 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 لا، على طول بتشتغل هنا بقى، تمام. هقول لك واحده واحده. الابلكيشن دوت يا محمد، شفت لما خدت معايا جافا؟ فاكر لما بدات بسكانر؟ ايوه فاكر. هو ده اللي هو ده الفكره دي. لما كان بيطلع لك شاشه سوداء، وبعد كده بدانا نشتغل على ايه، على الجي فريم، الجي اوبشن بان والجي فريم والحاجات دي، تمام. احنا هنا بنشتغل، مفيش بقى ولا تكست بوكس ولا ليبل ولا الكلام ده كله المره اللي فاتت خدناه، ولا نلون خلفيه ولا نلون كلام ولا نكبر خط ولا نصغر خط. طيب اول حاجه، دي المكاتب اللي بيتم استدعائها دايركت، اللي هي يا اسلام اللي هي بتاعت يوزنج سيستم نيم سبيس دوت اس تي دي واي او ستريم. مش كتابه كده هاش انكلود اي او ستريم في السي بلس بلس؟ هنا ما فيش حاجه اسمها هاش انكلود، لا هي اسمها يوزنج سيستم دوت كذا دوت كذا، دي اسمها المكاتب. ده اسم البروجكت، تمام. ده اسم الكلاس، الكلاس دايما باسم بروجرام على فكره. الكلاس ده اللي هو ملف اللي فيه الكود بتاعنا. المكان اللي بيتنفذ لما الفورمات او لما الابلكيشن يشتغل بيتكتب جوه المين، اللي انتوا كنتوا بتكتبوها زمان في سي بلس بلس، اي ان تي مين او فويد مين، فاكرها؟ تمام. المين دي يا فادي ومينا، المكان اللي يتكتب جوه الكود، اللي يتكتب جوه المين، اعرف انه هيتنفذ اول الابلكيشن يفتح. طيب التنفيذ ده شكله عامل ازاي بقى؟ هناك لما عملت رن جالك شاشه، هنا بتعمل رن كنترول اف 5 اهي، يطلع لك كده. بس احنا بيقول لك بريس اني كود تو كونتينيو عشان لسه ما عملتش حاجه خالص، فلسه بتقول لي هاتي. خدت بالك؟ طيب اقفل
تعالى بقى ابدا اشتغل. اول حاجه عندي كام انبوت؟ عندي كام اوتبوت؟ اربعه برضو. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى كام؟ عشره. يبقى كلهم على بعض عشره. تعرف على عشر فاريبلز، عشر متغيرات. وليد اول متغير حروف ولا ارقام؟ حروف. يبقى نوع سترينج او تشار اللي يعجبك. سي شارب. ما بفتحه ازاي بقى من بره؟ كونسول ابلكيشن. فايل نيو بروجكت كونسول ابلكيشن. كنت انت زمان بتختار سي بلس بلس وتختار امبتي وتختار اوكي، لا هنا على طول فيجوال سي شارب كونسول. تمام. بس الحركه دي يا استاذ اسلام مش هنشتغل بيها غير مره واحده، لا بس عشان خاطر استاذ عمرو بس شاطر، اما هي فعلا ملهاش شغل بره، نادر جدا لما تلاقي حد شغال ديسكتوب ابدا. عشان اوريها لك انا كمان. اول حاجه النيم، تاني حاجه عبد الرحمن. عبد الرحمن صح؟ صح. الهاورز حروف ولا ارقام؟ الهاورز ارقام. صحيحه ولا كسر؟ الهاورز ممكن تكون صحيحه، ممكن تكون. ممكن واحد يشتغل 23 ساعه ونص، 12 ساعه ونص، يبقى دبل. وهنسميها دبل اي، هنسميها هاورز. اللي بعده الريت، اجر الساعه دبل برضو. الجوب سترينج كوما جوب. الديسكاونت بيرسنتج دبل، يبقى ديسك بيرسنت. ديسكاونت فاليو برضو دبل، ديسك فاليو. التوتال افتر ديسكاونت دبل. وليد معايا؟ لو في حاجه قول لي عيدها. احمد لو في حاجه قول لي عيد. الاور ما ينفعش نسميها داتا تايب؟ ايه؟ الاور ما ينفعش نسميها داتا تايب؟ تسميها كده؟ لا داتا تايب. تخيل ايه؟ نعرفها داتا تايب؟ انا يا دكتور داتا تايب ديت تايم. ديت تايم؟ اصل هو مش هيكتب تاريخ، هو مش هيكتب 12 12 2 2018، لا هو هيقول اشتغلت 15 ساعه بس، فاهمني؟ يعني مثلا هنا لما بيحاسبونا يجي يقول تعالى يا ايمن اخر الشهر اشتغلت كام ساعه؟ اشتغلت 50 ساعه، في اجر الساعه كذا، يبقى ده مرتبك. ما بقولوش بقى اشتغلت 25/12/2018، لا هو بيقول اشتغلت كام ساعه عشان اقدر احاسبك، واخد بالك؟ فدي عدد ساعات مش تاريخ. بعد كده البونص فاليو برضه دبل. النت سالري دبل كده. دول العشرة. تمام كده. اول حاجه هتدخل مين؟ النيم. صح ولا غلط؟ مين؟ ديسكاونت السالري. طيب اول حاجه هتدخل مين؟ النيم. اروح قايل النيم ايكوال. المره اللي فاتت كنت بتقول تكست بوكس صح؟ وتعمل كونفرت. هنا بتكتب كونسول دوت ريد لاين. كونسول دوت ريد لاين اللي هي سي ان. اللي هي سي ان في السي بلس بلس يا اسلام. عشان ممكن تعمل جنبها بس كومنت اللي هي سي ان. عينيا. هو انا عايز كده بصراحه. يا جماعه اللي في حاجه مش واضحه قول لي، قول لي اعمل كده. في ما فيهاش كسوف. بص هتتكسف في المره في ثانيه في ثالثه، الكورس هيضيع منك. انا بقولها لكم اهو، ما فيهاش كسوف، خلي الموضوع فريندلي بينا وبين بعض كده. بس في حاجه لا عيدها، مش واحد يقول بقى الناس كلها قاعده تفهم انا اللي هطلع مش فاهم. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص. كلنا مش زي بعض. انت عارف ان مش فاهم ده لو قعد في مره في مره في مره احسن من الناس اللي قاعده. مش قصه، مش مقياس خالص على فكره. تمام. طيب بعد كده ثاني حاجه هتدخل مين؟ الجوب اهو. equal console dot read line. تمام. كنترول سبيس. مظبوط. يعني هو بيقول هنا القايمه هنا يا جماعه بص دوت لو ما ظهرتش كنترول مسطره. كنترول مسطره تلاقيها ظهرت. يا عمرو في حاجه اقول؟ لا لا مش. تمام. طيب الهاورز هتدخل برضو. هاورز equal console dot read line.
ايه؟ هنا بقى بيقول لك في مشكله اللي هو ايه؟ ان هي الهاورز دبل والريد لاين سترينج. صح ولا غلط؟ تعالى بقى اعمل هنا اهو كده كونفرت دوت تو دبل. تمام. طيب بص يا استاذ احمد، القيمه اللي بتتاخد من المستخدم بتتاخد دائما وابدا قيمه نصيه، بمزاجك غصب عنك بتاخد قيمه نصيه حتى لو المستخدم اداك على الشاشه 55. يا عم ده ارقام قدام عينك، ايه بيعتبرها كنص؟ ايه انت دلوقتي شاشه ايه معايا؟ واحد قلت لك من فضلك دخل اسم المستخدم او درجه الطالب، رحت قلت له كده 56 بياخدها من هرص. ما فيش عرفك ده طبعت اي لغه برمجه، اي لغه برمجه. طب انت زعلان في ان ياخدها خلاص؟ زعلان ان لو الماده الاولى جاب 56 والماده الثانيه جاب 50 وانت عايز تجمعهم مش هيقول لك 106، هيقول لك كده حطهم جنب بعض ما جمعهمش. ليه؟ عشان هو خدهم كايه؟ كنص. تمام. هي دي المشكله اللي حصلت قدام عينينا دلوقتي. المشكله اللي حصلت قدام عينينا ان الريد لاين بتتاخد بياخد قيمه من المستخدم، بياخدها كايه يا اسلام؟ كسترينج اللي هي نص، وبيحطها فين؟ والهاورز ده نوعه ايه؟ هو الدبل اللي بيشيل سترينج، فعشان كده ضربه، عشان كده هو ضرب. لا يقول لك خلي الاثنين زي بعض يا ريس، هنا دبل يبقى هنا دبل. تمام. اقول له خلاص يا عم ده غلط عندك، عايزها دبل يبقى اعمل كونفرت دوت تو دبل. خدت بالك؟ تمام. طيب ايه اللي هيدخل تاني؟ معلش هو الحركه دي في السي شارب بس؟ في السي شارب وفي الاندرويد، عندنا في الجافا كمان، عندنا السي بلس بس ما كانش بيعملهاش. لا بياخد القيمه زي ما دخلت. دكتور الطريقه اللي احنا شغالين بيها دي هنشتغل بيها في السي شارب على طول؟ لا يعني الكلام اللي فوق ده خطوات. لا كل الكلام اللي جاي ده كله واحد، بس عارف ريد لاين دي اللي هتختلف ايه؟ ان انت بتقول له خد من على التكست على الشاشه. يعني انت مثلا اهو هتلاقي هنا بقى هتعمل تكست على الشاشه كده اسمه اسم الموظف، تكست على الشاشه اسمه عدد الساعات، تكست على الشاشه اسمه اجر الساعه، تكست على الشاشه اسمه الوظيفه. فلما اقول له النيم يساوي التكست دوت، الجوب بيساوي التكست دوت، الهاورز يساوي التكست دوت، ما اقولش ريد لاين بقى. قصدي المكاتب اللي فوق دي لا، المكاتب فوق دي سيبها، ما تجيش جنبها خالص ولا تكتبها انت كتبتها. حتى لما تيجي تفتح اي شاشه هتلاقيها موجوده. هنا مفيش مكاتب، المكاتب دي هنستخدمها في السيكوال سيرفر، هي بتشتغل في الداتابيز. اما هنا المكاتب الاساسيه موجوده جاهزه، ما بتستدعاش انت. خدت بالك؟ شوف هنا حتى يا اسلام، بص هنا لما بتكتب كونفيرت تو دبل بيديك اختيارات، مش زي هناك سي ان وسي كنت بتكتبها كامله فاكر، ومفيش اي مساعده من البرنامج. واخد بالك؟ لا هنا اريح بكتير. هنا ده انتوا بس حظكم وحش ان عمرو المره دي قال خلينا ديسك توب وكونسول، اما كان ديسك توب احسن من كده وامتع من كده. ده اللي هشتغل عليه بعد كده طول الكورس، اللي هو الديسك الكونسول. لا الديسك توب. تمام. واحنا في الكليه بقى يا دكتور معلش شغالوها على الكونسول ولا الديسك توب؟ المفروض يشغلوكم على الديسك توب، بس اعتقد السي شارب كلها عندكم مش كونسول، ديسك توب بتشتغلوا كله دراج اند دروب. نيم جوب هاورز، بعد كده كام ايه اللي هيدخل بعد كده؟ الريت برضو كونسول دوت ريد لاين. يبقى عايز ايه؟ عايز اكونفيرت خلصنا الانبوت. تمام؟ لا خلصنا الاربعه انبوت، مش هما كانوا اربعه؟ اهم. نيجي بقى للبروسيسنج، اول عمليه يا اكرم ايه بتساوي ايه؟ اهو ايكوال هاورز
في الريت. ما هي العمليات بيزد على الانبوت. تمام. تاني عمليه استاذ باشمهندس محمد باشمهندس عمرو. استخراج مين؟ البرسنتج بيزد على مين؟ يا راجل على الهوس. برافو عليك يا محمد، على الهوس اهي. نسبه الخصم بيزد على مين؟ على عدد الساعات. امتى طلع 15%؟ مين هي اللي اقل من 30؟ اهو اروح ايه الهاورز. لو الهاورز اول شرط بيقول ايه؟ اقل من كام؟ اهو في الحاله دي يبقى ايه؟ ايكوال. تمام. طب لو الهاورز اقل من 30 ايه؟ 30 اول. اه لا هنا بقى على طول معادله الايكويشن على طول. تاني شرط بيقول ايه؟ يبقى الس ايه؟ الس اف الهاورز اقل من، يبقى الديسكاونت بيرسنت. الشرط اللي بعده اقل من 40، الس اف يبقى الديسكاونت بيرسنت. الشرط اللي بعده إلس. ممكن تقول إلس وبس، مش لازم تقول إلس أكبر من 40. ما هي ولا أقل من 20 ولا أقل من 30 ولا أقل من 40، يبقى أكيد أكبر من 40. صح ولا غلط؟ خلاص في مشكلة في الشرط كده؟ تمام. طيب تاني معادلة أستاذ محمد باشمهندس محمد، الايكويشن اللي بعد كده ايوه بتساوي ايه؟ السالري فين؟ اهو اروح جاي كده. فين هنا الديسكاونت فاليو؟ اهي صح. تكتب ديسكاونت فاليو ايكوال سالري اهي. اختار ما تكتبش في ديسكاونت بيرسنت. تمام كده. ادي سيف. بعد كده بيساوي ايه؟ اهو التوتال ايكوال السالري ماينس الديسكاونت فاليو. بعد كده البونص يمينه بيزد على مين؟ بيزد على الجوب. صح ولا غلط؟ لو الجوب مانجر يبقى في الحالة دي، لو الجوب تشيرمان يبقى الشرط على قيمة رقمية ولا قيمة نصية؟ يبقى المفضل استخدم سويتش. اهو سويتش على الجوب. اروح فاتح القوس كده، بحاول بس اديك مثال يبقى في الاتنين مع بعض. كيس الشرط الاول بيقول لو مانجر، النقطتين دول في الحاله دي يبقى البونص 250 بريك. ده الشرط الاول. الشرط الثاني بيقول ايه؟ تشيرمان. يبقى كيس تشيرمان في الحاله دي البونص 350 بريك. بعد كده كيس اوفيس بوي بونص 500 بريك. تمام كده. طيب تعالى بقى الاول ايه؟ ممكن بقى تقول ديفولت اي حاجة غير دول. في الحالة دي عايز تقول له ايه؟ انفاليد. كونسول دوت رايت لاين اللي هي سي اوت. عمرو هكتبها حاضر.
تمام invalid job. يا محمد ايوه اللي هي show message dialog اللي هي job champagne او اللي هي system بتقعد برنت. انا هقعد بقى نترجمها مره جافا ونترجمها سي بلس بلس. مش عايز اندرويد اندرويد اللي هي التوست فاهم. ايه يا باشا ايه ثلاثة احتمال نخلوهم اربعة بعد كده. لا لا هو ثلاثة. هو انت منين؟ من الغردقة. وبتروح طبعا اكيد ما بتروحش وتيجي. لا يعني انت بتروح وتيجي؟ لا قاعد هنا. ومين التاني من طنطا باين؟ بتروح وتيجي؟ لا اكيد طبعا. لا طب بص بقى انتوا بالذات خشوا الجروب. الجروب احنا عاملين جروب يا اسلام هندخلكم عليه عشان لو في حاجه قبلها نبلغ بحيث ايه ما تجوش على الفاضي. لو ولو في حاجه ليكم سؤال او حاجه تبلغوا على الجروب يعني تمام. مين اللي معلق الادمن؟ قلنا يا باشمهندس محمد معلش الشباب بقى ثلاث الشباب دول تمام. بعد كده بريك اللي هي الكونسول دوت رايت لين اللي هي السي اوت تمام كده اهو. عايز اطبع اطبع ايه الاوت بوت اهو كونسول دوت رايت لاين سلم. تطبع مين تاني؟ ست حاجات صح؟ ايه فندم؟ ايه؟ النت سلم ما تحسبش. النت سلم بيساوي ايه؟ زائد التوت. بص بقى هنا البونص عنده ايه مشكله. اقرا إيه كده use of assign local variable bonus. بيقول لك البونص ده ما خدش قيمه افتراضيه. ما خدش قيمه افتراضيه. اشمعنى ساب الدنيا كلها ومسك في البونص؟ قال لك عشان دخل في عمليه حسابيه. لا وغير كده عشان دخل جوه سويتش. سويتش ديت بتستخدم في حاله ايه؟ الشروط. وكلمه شرط يا تحصل يا ما تحصلش. افرض البونص ده معناها كده قايم على كده. افرض ان البونص ولا واحده من دول اتنفذت هيعمل لك ايه؟ قال لك لو سبتها ياخد رابش من الرام. رابش يعني سوري في الكلمه زباله من الرام. الزباله دي عندنا في البرمجه بتلاقي لها اي ارقام. تلاقي مثلا رقم فعلا دي حصلت معانا اللي في سيستم رقم طلع كده 9 3 5 2 وبالسالب ده 6 7 8 5. جه منين يا عم الحاج؟ قعدنا ندور ندور عرفنا في الاخر ان هو خد رابش من الرام. اي قيمه كده خدها من الرام فبوظت لنا السيستم. قعدنا يومين ثلاثه ندور هي القيمه دي جايه منين. طب دي حصلت ليه؟ حصلت ان هو الراجل دخل مثلا اديك مثال بتاعنا وظيفه بس مش موجوده في دول فما عرفش يعمل ايه وما كانش موجود ديفولت بالمناسبه وما عرفش يعمل ايه فراح ايه ما ينفعش يضرب في فاضي فراح اداله ايه رابش من الرام اي حاجه وضرب فيها وكمل شغل. راحوا قال لك السي شارب تجاهل كان الكلام ده في السي بلس بلس حتى وفي الجافا الجافا القديم فتجاهل الحته دي. قال لك تجاهل الحته دي اي متغير لما كنت معتمد على شرط وكلمه شرط دي بالبلدي يا تحصل يا ما تحصلش اديله قيمه افتراضيه علشان لو القيمه لو المتغير ده ما تنفذش منه حاجه ياخد القيمه الافتراضيه وما يضربش وما ياخدش قيمه من الرام. فقال لك القيمه الافتراضيه ايه؟ متغير البونص ده حروف ولا ارقام؟ اي متغير رقم ياخد قيمه افتراضيه زيرو. طب لو متغير حرفي نصي ياخد نل. نل يعني فارغ. يبقى اي متغير نصي عايز تديله قيمه افتراضيه اديله نصي نل. اي متغير رقم اديله زيرو. واخد بالك؟ بص انزل تحت كده شال الايرور تمام. تعالى بقى اطبع هنا السالري. بعد كده هطبع الديسكاونت برسنتج. بعد كده هطبع الديسكاونت فاليو. بعد كده هطبع التوتال. بعد كده هطبع البونص. بعد كده هطبع النت سالري. كنترول اف 5. هنا اول حاجه البرنامج اشتغل اهو. المؤشر واقف مستنيني ادخل ايه؟ شفت بقى ده انا اتلخبط اهو فعلا
مش عارفين، مش كان من باب اولى اقول له من فضلك دخل كذا، صح؟ عشان يفهم ادخل الاسم، اقول له من فضلك ادخل الاسم، كتب محمد كمان انتر، ادخل الهاورز كتب 50 انتر، ادخل اجر الساعه 100 انتر، صح غلط؟ ادخل الوظيفه مانجر انتر، كان يعني يقول لي هو ده. طب قال لك عشان اخلي البرنامج يقول يطبع له يبقى كود الطباعه ايه؟ كونسول. يبقى قبل كل ادخال كونسول دوت رايت لاين انتر نيم، بعد كده قبل الجوب انتر مين؟ جوب. قبل الهاورز انتر هاورز عشان يفهم، قبل الريت انتر ريت، كنترول اف 5 كده، مفهومه؟ اسلام انتر مانجر انتر 22 ساعه الريت 55 جنيه. المفروض 22 ساعه ده يعني ياخد نسبه خصم قد ايه؟ اول حاجه هو دخل عدد ساعات كام؟ 22 في 55 بكام؟ قول 50 في 20 ب 1000 و2 في 50 1000 1210 تمام. ادي اول حاجه المرتب، هو دخل 22 تندرج تحت اي بند؟ 15% يبقى 1210 15%. بص لما ادوس انتر بقى كده 1210 خد 15%، ال 181 ونص دي بتاعت ايه؟ طب الديسكاونت فاليو، يبقى انا عايز اقول له طب ال 250 دي بتاعت ايه؟ لا ده البونص عشان مانجر، يبقى لازم اقول له، صح غلط؟ قبل كل واحده اروح قايل له كده، قبلها كده اهو، لا قبلها سالري از كذا، هقول لك والله هقول لك بس ديسكاونت برسنتج كذا، ديسكاونت نعم بسيبش سطر، ديسكاونت فاليو كذا، توتال كذا، بونص النت سالري، سالري از دي ثابته ولا متغيره يا اسلام؟ ثابته. طب والمرتب اللي هيطلعه؟ عشان اربط بين ثابت ومتغير بحط بلس، ما بجمعش هنا، مش معناها عمليه جمع، هنا بحطهم جنب بعض، تمام؟ بيسموها كونكاتونيشن في البرمجه، كونكاتونيشن هي عمليه ربط. كنترول اف 5 اكتب بقى محمد، تمام؟ ايا كان شيرمان هاورز 50 ساعه الريت 33 جنيه، يبقى الديسكاونت برسنتج زيرو، خدت بالك؟ عشان ده 50 ساعه 1650 جنيه، خد بونص 1650 زائد 350 ومرتبه 2000 جنيه، خدت بالك؟ هو ده فكر الايه؟ الكونسول، معاهم الكونسول كله شاشه كده، شاشه سمراء زي كده تمام. طيب الجزء اللي بعد كده انت تاخده ديسك توب، قدامكم حلين، يا تاخدوا مثال وتطبقوه هنا ودلوقتي تمام، يعملوا ديسك توب حابين ايه، بس بشرط بقى تروحوا البيت تعملوا الكلام ده وتطبقوا، تمام؟ يعني في ناس، يعني في كورسات تيجي تقول لي ايه، بص يا ايمن من البدايه كده، ودي اديت قالت لي من اول وده عجبني بصراحه، احنا هنا بنقعد 3 ساعات، انا بشتري الوقت ده، قلت له كلامك صح وانا مؤمن بالحاجه دي فعلا، ده وقتك وانت شاريه تمام. قال لي ينفع، انا عارف ان الكورس ساعه ونص براكتيكال وساعه ونص شرح، قلت له ده كلامك مظبوط وفعلا سياسه المركز بتقول كده حلو، بس انا ما بمشيش بقى خالص في البدايه كده، قلت له ايه طب انت شغلك ايه؟ قلت له لا شغل الثلاث ساعات شرح وانت تطبق في البيت، قال لي هو ده اللي انا عايزه، يبقى انا اطبق، ولو في حاجه ارجع لي واقعد معايا، لو قعدنا هنا نطبق ساعه ونص وساعه ونص يبقى انت دافع حق نص الكورس بس، يبقى انت هتصفصف في الاخر على نص الكورس، يعني 75 ساعه هيصفصف على 35 ساعه، حرام.
خدت بالك احنا كده كده الحاجه مسجله فيديو، فانت كده كده بس دي بقى بترجع للشخص بقى انك تروح تشتغل. خدت بالك الوقت اللي حابين تطبقه فيه انا ما عنديش مانع على فكره، وقت التطبيق هو اكتر وقت انا بستريح فيه، انا هفضل قاعد بلعب في الموبايل وانتوا قاعدين بتطبقوا. خدت بالك بس دايما بصراحه حتى يمكن حمد كان قاعد معايا مش دايما بتلاقي بنطبق، لا انت هتطبق وقت وخلاص ونشتغل، طبق وقت ونشتغل. التطبيق ده طبقه في البيت، في حاجات محتاجه تطبيق وفي حاجات لا، يعني لحد دلوقتي احنا شغالين عادي جدا، بس اهم حاجه تطبق في البيت وتشتغل. خدت بالك في وقت والله عايزين يا جماعه لا نطبق، خلاص نقعد نطبق، مش هقول لكم لا، يا اما تطبقوا في البيت ونشتغل كل مره 3 ساعات شرح. هو ده على فكره يمكن حتى مع الاندرويد شغال، كان هي مره ولا اثنين طبقته ولا مره مره واحده وفعلا، وفي الاخر بعد كده خلاص انت تتعود على البيئه وتتعود على الدنيا وخلاص، وانت بقى طبق واشتغل تمام. تعالى بقى نعمل الديسكتوب تلاقي فرق شاسع بقى. استوب للفيديو ده.